من التسلل تجويع سعاد طوسي من الحيره سعاد حيره مشروعه ومثل سعاد في بعض الاحيان يكون الى غضب ودور المخب السياسيه سواء كان منتمي الاحزاب او المنتظمه في جمعيات والذي هم اختاروا ان يكونوا مستقلين انهم يتقابلوا مع بعضهم ويشوفوا شنو اللي ينجموا يبلوروه مع بعضهم من افكار والمبادرات ولا يعني تشوف المستقبل يعني مع بعضنا لانه ساعات الناس تقدر توصف تقول هاو بلاد هاو انهيار في الدينار هاو المشروع كل حاجه يا اما يصبوه كل حاجه يصبوها في اضافه صبغه او طابع التشاؤم والا نبداو نوجهوا فماش حاجه باهيه باش نقولوا يقولوا مازال هناك امل ساعات امل تبدا يظهر وكانه سراب لكن الدور السياسي